على كل المزيد حول الأسواق، أسواق القطع معي من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأكويتي جروب. أهلا وسهلا رائد، شكرا على حضورك معنا. الأسواق تحتسب 25 نقطة أساس تخفيض من الفيدرالي، والآن أيضا الإي سي بي يبدو 25 نقطة أساس، ولكن هناك البعض يقول أنه أو بدأت تتزايد احتمالية أن يخفض الإي سي بي بأكبر من ذلك في ظل المخاوف حول الركود وتأثيرات التعريفات الجمركية من ترامب على الاقتصاد الأوروبي. ما رأيك بتأثيرات ذلك على البير اليورو دولار؟ حقيقة ضغوط كبيرة جدا نحن عم نشهدها على أداء اليورو في الفترة الحالية، وهي مخاوف أي خليط ما بين التوترات الجيوسياسية إضافة إلى مخاوف الرسوم على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني التي يزمع ترامب لأن يفرضها ربما على شركاء الأوروبيين. كذلك الأمر مزيد من الضغوط عم تفرجينا أنه ضرورة لتسهيل السياسة النقدية بطريقة أكبر. نحن عم نشوف حاليا اليورو يعني يتم ضغطه بشكل كبير أمام معظم العملات الرئيسية، وليس فقط الدولار الأمريكي. عم نشوفه في تراجعات أمام يورو فرانك على سبيل المثال، عم نشوفه ضغط كبير جدا ومحاولة يعني كسر قيعان. كذلك الأمر بالنسبة لليورو دولار الأمريكي، ربما الاتجاه حتى نشهده عند مستويات الباريتي مرة أخرى إذا ما كان هناك تقليص أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة وتسهيل أكبر. لكن في نفس الوقت يعني أعتقد مخاوف التضخمية قد تنشأ مجددا داخل منطقة اليورو فيما إذا كان هناك توجه سريع نحو أسعار فائدة أقل. يعني كذلك الأمر نحن نعلم تماما المركز الأوروبي عندما سارع إلى عملية تشديد السياسة النقدية في محاولة كبح جماح التضخم مع ارتفاعه بشكل كبير جدا. الآن مع وجود ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ربما مزيد من الضغوط التي قد تنشأ على منطقة اليورو من الناحية النمو، وبالتالي سوف يكون من الأفضل أن تكون خطوة سياسة نقدية أسرع نسبيا بتقليصات أكبر من 25 نقطة أساس. رائد، اليوم لدينا كلمة لجيروم باول، عندنا أرقام قطاع الخدمات والاي دي بي اللي هي الوظائف بالقطاع الخاص، يوم أمس الجوب أوبنينجز اللي هي الوظائف الجديدة اللي بتم خلقها كانت فيها بعض التباطؤ ولكن لم تكن مخيبة للأمل إلى حد كبير. والجمعة عنا نون فارم بيرولز، ما أهمية سلسلة البيانات هذه؟ واليوم أيضا عنا البيج بوك اللي هو بيعطينا صورة أوضح عن الوضع الاقتصادي الكلي. ما الذي أبرز ما تتابعه هذا الأسبوع؟ وبرأيك هل سنسمع أي شيء ملفت من جيروم باول اليوم بالنسبة لتوجهات السياسة النقدية القادمة؟ حقيقة نادين نحن عم ننتظر من جيروم باول تعليق أكبر على بيانات التضخم التي صدرت مؤخرا، والذي بمعظم قراءاتها الأخيرة أظهرت أنه التضخم فعليا بدأ يشكل مخاوف بالارتفاع. عم نشوف قراءات أعلى على الإنفاق الشخصي الاستهلاكي، على قراءات البي بي آي المنتجين، وكذلك أسعار المستهلكين، جميعها جاءت بقراءات على الأقل شهرين بارتفاع. وهذا يعني كان أحد المخاوف التي كان قد ذكرها الفيدرال الأمريكي بعملية التأني في عملية تقليص أسعار الفائدة، وبالتالي ربما بعض الضغوط الإضافية التي تأتي من سوق العمل قد تؤكد نسبيا قرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتقليص إضافي في شهر ديسمبر أو الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تقليصات لفترة أطول، في محاولة لأن يكون التضخم التأكد من أنه هذه قراءات مؤقتة وليست قراءات بارتفاع أكبر، خصوصا يعني في موقع نسبيا أسعار الفائدة مريحة بالنسبة للفيدرال الأمريكي تم تقليصها بشكل كبير حتى الآن. وربما يعني الإبطاء نسبيا قد يعزز من قوة الدولار الأمريكي، قد يترك مجال للسياسة النقدية للتعامل مع سياسات ترامب التي يبدو أنها تكون تضخمية في الفترة القادمة دون التسريع في عملية تقليص أسعار الفائدة. نحن عم نشوف
هذا الأمر محاولة تسعير هذا الحدث نوعا ما عم نشوفها بتحركات الأسواق. لا تزال هناك إيجابية مفرطة في أسواق الأسهم الأمريكية، تفاعل إيجابي جيد حتى الآن، واقتراب وبقاء واستقرار عند مستويات مرتفعة نسبيا. أعتقد جيروم باول ربما قد يأتي ببعض التصريحات التي من شأنها توضيح الصورة للاجتماع القادم خلال الأسبوعين القادمات، حتى يكون هناك نوع من يعني تفسير لهذه البيانات السلبية. هل هي مؤثرة على قرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بالتضخم وبما يتعلق بسوق العمل الأمريكي حتى الآن؟ يعني الآن جتنا أكثر من قراءة سلبية من سوق العمل الأمريكي في القراءات الماضية أو في الأشهر الماضية، كان رد الفيدرالي بتقليص أسعار الفائدة. الآن مع انتهاء أي سلبية مرتبطة بسوق العمل، أعتقد الفيدرالي سيكون مرتاح أكثر بإبطاء عملية تقليص أسعار الفائدة. شكرا جزيلا لك سيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب، أهلا وسهلا بك.